السلام عليكم ومرحبا بكم احبائي الاعزاء في قناه وصفات وحي الاحسناء. اليوم احبائي الاعزاء غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي كتخص الم ديال المعده. هذه الوصفه هذه المكون الوحيد اللي فيها وهو الرمان. الرمان كما كتشاهدوا كاع الناس كيعرفوه. طريقه ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه هذه باش نتخلصوا من الم المعده، وهو غادي ناخذوا جلوف ديال الرمان اللي كنتخلصوا منهم. هذه المره ما غاديش نلوحوهم، غادي نستعملوهم باش نستعملوهم بحال دواء المعده ديالنا، لان كما كتعرفوا جلوف ديال الرمان او القشور اللي داخل ديالهم المذاق ديالهم مر، وهذاك المروريه تاع هاد القشور هادو كينفعونا الالم ديال اللي عنده المعده. طريقه ديال تحضير هذه الوصفه هذه، غادي ناخذوا جلوف ديال الرمان كيف ما كتعرفوا، غادي نيبسوهم في الشمس لمده ديال 10 ايام تقريبا، نعرضوهم للشمس وغادي يقساحوا، غادي ندوزوهم في المونينيكس وغادي نحصلوا على واحد البودره هي ديال الرمان، البودره ديال الرمان. طريقه ديال الاستعمال ديالها طرق عديده. الا قدرتي تاخذي هذه البودره ديال الرمان مع الحليب ماشي مشكل، خديها مع الحليب. ولا قدرتي تخلطيها مثلا، نخلطوها مع العسل. الا كان عندكم العسل الحر ممكن تستعملوها مع العسل الحر. هاد الطريقه ديال الاستعمال وشحال غادي تاخذوا في النهار، غادي تاخذوا تقريبا معلقه في الصباح ومعلقه في الليل، يعني جوج معالق صغار في النهار. اللي عنده المعده كتالمو بزاف، هاد الا استعمل هاد الطريقه غير سيمانه داك الحريق اللي تيكون في المعده ولا تيتقرع الحموضه ولا شي حاجه، غادي يلاحظ بان ما بقاش عنده داك الحريق وما بقاش تيتقرع الحموضه، لان عندنا منافع ديال القشور ديال الرمان، عندنا منافع عند الرمان، منافع بزاف حنايا هاملينو. بحال هاد المنافع هادو كتنفعنا الامراض القلب والسرطان. هذيك البودره اللي نتناولوها لانها كتنفع الامراض القلب والسرطان، وكتنفع حتى التخلص الجسم ديالنا من السموم ديالو. كنتمنى انكم تجربوا الطريقه اللي قلت لكم دابا، وتستعملوا القشور ديال الرمان بلا ما تلوحوهم، لان الفوائد ديالهم بالنسبه للجسم ديالنا فوائد عديده ولا تحصى. وكنتمنى احبائي الاعزاء تزوروني في القناه ديالي وتشجعوني بلايك وتنضموا ليا باش تعرفوا الجديد اللي غادي نطرح ان شاء الله. والى اللقاء في حلقه جديده باذن الله.